يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في كتاب من عاش بعد الموت ابن أبي الدنيا، وهل ما فيه من قصص هي ثابتة وقد تحصل؟ نعم، قد حصل شيء من هذا والله أعلم. هذا ورد في القرآن أن الله جل وعلا أحيا ناسا، كما في بني إسرائيل الملأ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قصة القتيل في البقرة الذي ضرب بجزء منها فأحياه الله وأخبر من الذي قتل، ومثل الذي مر على قرية ويخاوي على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ومثل قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، موجود هذا، موجود هذا. نعم.